أنا من الضحايا ديال هذا الموثق اللي جينا نتنطقوا عليه على واحد المنزل بين بعيد وتكرس عنا واحد كرفيصة ليلة تلاتة، شدنا عندنا الأوراق، قلتنا عندنا جميع الوثائق، وملي جينا بغينا نتخلصوا لقيناه ما دار الفلوس ما بغى يعطينا حتى ريال، وبقينا مرهونين وبقينا ودار معنا واحد الخدمة زعما ديال الكرفيصة، قال عندنا الدار قالنا سلموا الدار لمولاها وجيو ديو الفلوس. عطينا الدار لذاك المنشرينا اللي شرا من عندنا، وجينا لقيناه البرد ولينا قاعدين في الزنقه وقاعدين تنتشردوا هكاك، وحنا غير وراثه وكون غير بوحدي نقول انا بوحدي سبعه العائله تشردها هكاك وربي تيشوف، وهذا السيد راه تيشارك في الاجرام، بنادم الا تقهر القراصو ديالو مشى راه يصبح مجرم من الصباح والسوق هو الضحيه، حنا ما قدينا على هذا الشيء وجابنا ليه وكنا عليه الله وتنطلبوا الله من سيدنا يا ربي يقبلنا الحق. تمرتنا بزاف احنا كنتسناو وكنتمناو الله يفرج عنا. انا من ضحيه من ضحيه الموثق سيدي، حنايا من شهر 6 وحنايا دفعنا الاوراق دفعنا الفلوس، تيقولنا اليوم غدا اليوم غدا غادي يجيو الاوراق، خصتنا هاد الحاجه من الاوراق خصتنا هادي. المهم كملنا الوراق كل نهار كيقول لنا سميتو، شويه كتنتفاجئوا بالناس كلهم مضرين، كاينين ضحايا فم الباب تيقولوا لنا هذا السيد راه نصاب، راه كينصب عليكم ما كاين لا فلوس ولا اوراق ولا حتى شي حاجه، السيده اللي بايعه ليا هي حتى هي ضايعه، انا كدير لكم مثال ضايعين حنا لا وليداتنا ما بقينا عارفين لا نتصرفوا لا مع ولادنا ولا مع عروسنا ولا حتى شي حاجه، وكنطلبوا من صاحب جلاله الملك ان شاء الله باش يوقف معنا ويشوف هذا الشيء، لانه ماشي من حق الدوله باش يكون هذا نصاب كاين هنايا، وكاينين ضحايا معنا من خارج الوطن الجاليه المغربيه، كاينين من امريكان كاينين من فرنسا، بزاف الضحايا هادو غير اللي باينين 25 واحد اللي باينه هنايا، وباقي سميتو مشينا عند وكيل الملك استقبلنا استقبال زوين الله يجزيه بخير، مشينا لعند الشرطه القضائيه هما الله يجزيهم بخير، هذه الوقفه الثانيه وقفنا الوقفه الاولى عند المكتب، جينا هذه الوقفه الثانيه حتى هي كنخليو شحال من حاجه في ديورنا ما كاين حتى شي حاجه اللي قابل لا وليداتنا لا حتى شي حاجه، كنطلبوا من صاحب جلاله الملك الله يجزيه بخير باش ينظر من حالنا وحال هاد الضحايا كلهم، رحنا ضايعين وعيبوا وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد، حسبي الله ونعم الوكيل، والله يجزيك بخير صاحب جلالة الملك، الله يحفظك وينصرك سيدي، بارك الله فيك وعاش الملك. الله يجزيكم بخير، تنشكر الصحافة اللي جات وقفات معنا هذه الوقفة، تنشكروها بزاف من هذا المنبر، خويا حنا من دوك الضحايا ديال النوطير، ما علينا، جينا قنا البلاكار، لقينا موثق محلف ديوان، طلعنا عنده بينا نبيع واحد دار الوراثة، ما بينا كاع ما سخيناش بها كاع، حق المهم الورد حلو مولانا، ملي طلعنا بينا سبلنا غير الكاتبات. هما اللي استقبلوا النتيجة دخلونا للبيرو عطيه سجل صايب كاد ميز كاد بالاخر قال لك من دابا واحد الشهرين وعشرين قال لك راه دفع شهادة طبية شرا تري شهادة طبية 15 شهادة طبية تا في الاخر هو تعيط عندنا ديك واحد الكتيبة عطيه قال لك سيروا جهدكم شوفوا ما ديروا عندك النوطير راه عنده مشاكل ما على ما قالت لها شنا في الاول حنا في شهر 9 الناس عندهم مشاكل في شهر 5 في شهر 4 هادشي راه بزاف هادشي راه مشات لي انا 69 مليون اللي مشات لي تاع تلو دابا حتى العداوة مع خوتي دابا راه ولات العداوة مع خوتي شي ما باقي كيهضر شي في سبيل شي قلت لك انت اللي ديتينا عند ذاك السيد انا ما كنعرفوش ضل عرفوش دروك ما تنعرفوش انا واخا تجيبوا لي في وسط 100 الناس تقول لي هذا راه ما كنعرفوش دابا دابا 69 مليون راه ما مشينا عند وكيل المال نائب وكيل المالك دفعنا الشكاية درنا التعج باقي كنتسناو دابا تنطلب من صاحب الجريدة نصفنا في هادشي ولا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يجزيك بخير. انا من هاد الضحيه ديال هاد مع هاد الناس تالي هاد السيد واحد جوج مليون قلت انا ما عندي شاي والله اللي غايب وداكشي يوم عطاني لا وراقي لا والو هادشي اللي عطى الله، الله يخاف عليكم ويجزيكم بخير احنا باش هادشي لك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.